أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم، برنامج القوة والإثارة، برنامج جي اف سي جلاديترز فايتنج شامبيونشيب. تستمر التحضيرات للموسم الثالث من جي اف سي. في الحلقة اللي طافت عرضنا عليكم نزال وزن تحت 80 كيلوغرام اللي فاز فيه اللاعب أحمد حياتي، وطبعا البطل أحمد حياتي هو أول لاعب يحافظ على اللقب. حلقتنا اليوم راح تكون لنزال وزن تحت 87 بين اللاعب سراج الله وحامل اللقب نواف العتيبي. طبعا أعزائي المشاهدين، احنا كما عودناكم في كل حلقة بيكون عندنا فقرة تعنى بتغذية وصحة اللاعبين. اليوم معانا الدكتور رامي بهبهاني. دكتور رامي بهبهاني، اهلا وسهلا فيك معنا في برنامج جي اف سي. حياك الله. الله يحييك دكتور، بس تعرفنا وتعرف الجمهور على نفسك بشكل اكثر. انا صيدلي رامي بهبهاني، مراقب التسجيل والافراج في وزاره الصحه بالرقابه الدوائيه والغذائيه لدوله الكويت. الله يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك دكتور. طبعا موضوع حلقتنا جدا مهم، لانه هو يعني احنا مثل ما نقول جي اف سي ويحافظ كثر ما نقدر نحرص على صحه اللاعبين. نعم. ومنتشره ظاهره عندنا ان اللاعب في الفنون القتاليه قاعد يتعاطون الهرمون. نعم. واحنا عارفين هو يتعاطون هرمون عده اسباب، يقول والله بزيد قوتي او انه بحسن شكل جسمي لما اطلع على الحلبه. يا ريت تقول لنا شنو اضرار هذه ان شاء الله. شوف، ما في الحين واحد ما يعرف اضرار هذه الهرمونات. طلعنا بكامبينز وتجمعات وجمعيات كبيره قاعد تتكلم عن اضرار هذه الهرمونات واضرار هذه المنشآت. للاسف احنا عندنا الشباب الكويتي مو عارفين شنو هم قاعد يسوون. فاشن شلون مضاين، فاشن اخذ ليش انا أضرار جانبية كبيرة، عرفت شلون؟ منها عندك تشنجات العضلية، عندك تلف العضلات، عندك تليف العضلات، عندك زيادة دقات القلب ما يؤدي إلى الموت المفاجئ، عندك ناهيك عن سوالف العقم. كل إنسان عنده خلايا سرطانية، لكن تنتظر منو يحفزها، وأحد محفزات هذه الخلايا السرطانية اللي هي الهرمونات. هرمونات سواء كانت مناعة، هرمونات ستيرويد أو إنسولينات، كل الأشياء هذه لها أعراض جانبية خطيرة تؤدي إلى الموت. بالفعل دكتور، نفس ما قلت أنت وحضرتك، قلت إن الهرمون شو يسوي؟ تشنجات العضل وتزيد دقات القلب. دقات القلب. إيه. هذه النقطة ليش؟ هذه النقطة ليش مهمة؟ إن اللاعب لما يطلع الحلبة يحتاج مرونة العضلة. أحسنت. يحتاج انتظار دقات القلب، زيادة اللياقة. أنت كمحارب، أو البرنامج هذا مختص فقط لتثقيف وتعليم المحاربين. بالفعل. أو الناس اللي هاوية حق الفنون القتالية. عندك ثلاث عناصر أنت محتاجها كمحارب. عندك أول شيء القوة، عندك المرونة، وعندك اللياقة البدنية. الهرمونات هذه سواء ستيرويد أو جروث هرمونز تسوي تليف بالعضلات، تفقد مرونتها العضلة، فبالتالي أنت تفقد مرونتك. ثاني شيء الأعصاب، تتلف الأعصاب ما تحس، فبالتالي ممكن في ضرب، ممكن في أشياء ثانية ممكن أنت ما تحس فيها، لكن بالتالي ما تقدر ترد عليها. ثالث شيء القوة، ما تستمد القوة. لا. آخر دراسات أجريت بأمريكا تقول إن الجروث هرمون، أنا بتكلم عن الجروث هرمون لأن هذا من أحد الهرمونات الشائعة الحين في دولة الكويت. صح صح. أوكي. دون ثقافة والشباب كلها قاعد تقول جروث 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 جروث. أحد آخر دراسات بأمريكا لحد الآن يقول لك ما في شيء أو ما في أي دراسة علمية تثبت إن الجروث هرمون يساعد على بناء وصقل العضلة. لابد يكون معها كومبينيشن. يعني شنو كومبينيشن؟ يعني بالإضافة إلى الجروث هرمون تأخذ ستيرويدز اللي هي التستوستيرون ومشتقات التستوستيرون هذه على أساس أنت تسقل العضلة. نعم. وبالتالي تبتدي عاد تبتدي المشاكل والتسرع. طيب دكتور، هذه الهرمونات هل بتسبب يعني في نوع من الإدمان عليها؟ يعني هي احنا ما نسميها ادمان، لكن هي ادمان نفسي. نعم. ان المحارب او المتعاطي لهذه الهرمونات كل مره يشوف يبي يشوف نفسه بشكل احلى، او مثلا يضخم، عرفت شلون؟ انت كمحارب انت ما تبي ضخامه. صح. اوكي. صح. انت تبي القوه اكثر. اوكي، لكن بالاخير بتشوف جسمي، او انا جسمي حلو، ولا انا احب انزل مثلا والله على الحلبه، اوكي عندي ضخامه وعندي قوه. اوكي، انت ما تسبب ادمان، هذا ما سبب إدمان، لكن أنت تدمن عليها نفسياً، أنك أنت محتاج كل مرة أنك أنت تضاعف من هذه الدوزات أو تضاعف من هذه الجرعات، أوكي، لما أساساً توصل للشكل المطلوب. وبالأخير إحنا نوصل لمرحلة اسمها الإنسولين. نعم. هرمون الإنسولين اللي هو ممكن
اخذ الهرمون الانسولين هذا يسبب غيبوبه الهبوط بالسكر، يسبب لك هبوط حاد بالسكر، فبالتالي ممكن يسبب الى موت مفاجئ وانت قاعد تلعب داخل الحلبه. يعني انت محتاج الى قوه، محتاج الى طاقه. نعم. فما يحتاج انك تاخذ هذه الانسولينات. يعني اللي تفضلت فيه دكتور اللي هو المعطيات او العناصر لاي لاعب فنون قتاليه اللي هي القوه والمرونه والسرعه ما بياخذها من اي من الهرمونات، ما بتفيد هذه الهرمونات، بالعكس تكون سلبي عليه. بالعكس هذه سلبي عليه، هي فقط راح تسقل جسمه، تسقل شكله فقط لا غير، راح يطلع شكل حلو. لكن شو الفائده؟ فائده ان انا والله طالع محارب شكله حلو ضخم، اوكي عضلاتي مقسمه مقسمه مشرحه، لكن ما في قوه، صحيح، ما في جاذبيه، ولا في انتر اكشن ما بينه وبين المحارب. بالفعل فبالتالي الفوز حق المحارب الثاني يكون سهل وايد. بالفعل هذا بنوصله حق المشاهدين. نعم. ان تعاطي هذا يكون بالعكس لها اثار سلبي، مو بس بالاداء، هم بصحته. يعني مثل ما تفضل الدكتور قلت يمكن يؤدي الى الموت المفاجئ. الموت المفاجئ حتى اذا ما مثلا الله سلم يسلمكم ان شاء الله جميعا، ما مات يعيش بمتاعب صحيه، فشل كلوي، فشل بالكبد. دكتور النقطه مهمه هذه جدا، هاي طبعا الاثار هذه تطلع بعد فتره من سنين. طبعا في واحد يقول لك اخذت ما صار فيني شيء. هذه مشكلتنا، مشكله الشباب. اليوم يقول لك انا ولد خالي خذه ما صار فيه شيء، فلان اخذ وياب عنده ثلاث او اربع يهال. صح. اوكي صح. انزين ممكن الجرى عليه، ممكن ما يجرى عليك انت، ممكن انت اللي تطيح فيها وتسبب بالاثار. طبعا نفس ما قلت تفضلت الكلى والكبد هاي تطلع بعد فشل الكلوي. الفشل الكلوي بعد 10 سنوات من الاستخدام المتكرر للجروث هرمون تسبب الفشل الكلوي، فبالتالي الانسان راح يعيش على غسيل الكلى اللي هي الهيمودياليسيس على طول. راح يكون في التسمم الكبد، انت قاعد تاخذ سموم. صح. اوكي فممكن تسبب تسمم. دكتور في عندنا شيء يقول لك والله انا اجيب الجروث المستشفى، انا اجيب هرمون الثاني مستشفى. نعم. طبعا هو الفكره ان الجروث هرمون حق ناس معينه، ناس مرضى يحتاجونه، صح ولا لا؟ شوف اخ سعود، الجروث هرمون هو موجود اصلا طبيعته بالانسان. في صح. كل انسان عنده غده اسمها الغده الكظريه هي المسؤوله عن افراز الجروث هرمون. عرفت شلون؟ الجروث هرمون هذا يبتدي معك من بدايه الولاده ويتوقف إفرازه إلى لما توصل عمرك 18 سنة. لأنه خلاص هذا يسمونه هرمون النمو. عرفت شلون؟ فأنت بعد 18 سنة خلاص أنت إنسان بالغ راشد، نموك. صح. واقف نموك، فبالتالي أنت ما تحتاجه. لكن هم يقولون ويقال في بعض الدراسات، لكن هذه الدراسات غير مؤكدة، يقول أنه ممكن أنه يسقل العضلة ويخفف شوية من الدهون المتراكمة على الجسم، لكن ما أثبت هالشيء هذا. تفضل صاحبي. إيش نصيحة بتوجهها لأي لاعب فنون قتالية بحب إنه يستغني عن الهرمونات، يستغني عنها بدائل إيش؟ بالنسبة للاعب الفنون القتالية أو المحاربين القتاليين يتركون كل ما هو متعلق بالهرمونات، ستيرويدز أو أدوية خطرة ممكن إن هي تأثر على صحتهم. الغذاء الجيد المتوازن، ولا مانع من استخدام بعض المكملات الغذائية إذا أنا النظام الغذائي مالي يفتقر إلى بعض العناصر الأساسية مثل الأمينو أسيد، مثل أنواع معينة من الأمينو أسيد، لا مانع من أنه هو يستخدم هذه كمكملات غذائية على جدوله الغذائي للتريننج السليم. وأهم شيء النوم، خصوصا لمحارب الفنون القتالية. دكتور رامي بهباني احب اوجه لك جزيل الشكر على حضورك افادتنا بهالمعلومات. شكرا دكتور. ان شاء الله راح تكون معنا بحلقات ثانيه لانه مواضيع جدا مهمه. نشرفنا. نتعرف من اكثر الاشياء المهمه الفرق بين الهرمونات والسبلمنت، لانه في ناس يعني تعمل ميكس. شرفني يا ساتر. الله يعطيك العافيه. شكراً. ومشكورين لتواجدك معنا. اعزائي المشاهدين.